تتمثل في الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية والمجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات. باستعداده إلى التضحية هو صنع المعادلة. أكثر من سنتين الآن استقر الأمر على معادلة لا تنتهي إلا بالتغيير. لم يعد بعد هذه السنتين من أي شك في ذلك. الانتفاضة والثورة مستمرة حتى يحدث التغيير الذي يتمتع فيه المواطن بأن يكون مركزا للسلطات. وهي على استعداد لبذل النفس ولبذل الحرية ولبذل المال ولبذل كل غال ورخيص من أجل أن ينال هذا الشعب حقوق. ومن ما نؤمن بذلك فليتفضل، ففي الساحة ألف شجاع وشجاع سيتقدم. من لا يؤمن بالشهادة ويؤمن بالتضحية ويؤمن بالسجن ويؤمن بكل ما يلزم من أجل أن ينتصر هذا الشعب فليتخلى عن هذه الساحة وسيأتي من يحملها. لا يطالب أحد المعارضة أن تتنازل عن حقوق شعبها لا بعنوان حوار ولا غيره. فنحن ننتمي لهذه الثورة وسننتمي لهذه الثورة. نجح هذا الحوار أو لم ينجح سنبقى في الساحات حتى تتحقق مطالبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.